السلام عليكم، معكم زكريا عبد الرحمن الفروخ. إن شاء الله اليوم بدنا نشرح آخر محاضرة من محاضرات الميتابوليزم اللي هي بعنوان الأوبيزيتي. هلأ بالبداية، الأوبيزيتي زي ما احنا عارفين لما الشخص يتناول أكثر من احتياجه اليومي، بهذه الحالة بيصير في عنا هذا الإكسس، خلينا نحكي الإكسس إنرجي، راح يتم تخزينها على شكل فات، تمام؟ فهذا هي الأوبيزيتي بشكل هيك، خلينا نحكي بسيط وسهل. طيب، وانا طبعا بتبلش المحاضرة بالحديث عن بعض المعلومات، خلينا نحكي العامة، فيهم اشياء مهمة. واحنا زي ما كنا عارفين انه الاوبيزيتي بيزيد الريسك لكثير من الديزيزز، من ضمنهم اكيد الهايبرتنشن وكارديوفاسكولار ديزيزز واكيد الديابيتس. هلا هون بحكي لنا انه التشايلدهود اوبيزيتي has been increased تمام بال during the last four decades بثلاث اضعاف. هذا الكلام بيعطينا implications انه الchange باللايف ستايل راح يأثر على خلينا نحكي انماط المعيشة، يعني بحيث انه بنلاحظ احنا انه لما الاطفال بلشوا الفيزيكال اكتيفيتي عندهم بتصير اقل، يعتمدوا صرف عندهم تو ادوبت اللي هو السيدنتري لايف ستايل، هذا النوع الحياة اللي هو الرفاهية اكثر، الوجبات السريعة الاعتماد عليها اكثر، صار انهم يقضوا اوقات طويلة جدا امام شاشات التلفاز والبلاي ستيشن الى اخره. فكل هاي العوامل ادت بالنهاية ليصير في عنا هذا الانكريز بالchildhood obesity. وانا بهيك معلوم بحكينا على الهامش انه obese people today are way more than malnourished people، هذا كلام برضو يعني محزن هو صدقا لما يكون بدك الاوبيز اكتر من المالنورشد. هون شوية statistics هاي بتقرأوهم، يعني ما في شيء هسه مش بالسكوب للليكتشر تبعنا احنا اليوم. بيهمنا الان نركز على النقاط الرئيسية، how to assess الاوبيزيتي، كيف بدي اعرف انا والله هذا الشخص اوبيز ولا لا. هلا في عنا من ضمن الميجرمنتس اللي هم يوزد، فينا اهم واحد منهم تقريبا هو البادي ماس اندكس. هذا كتير مهم، بيجي علي دائما اسئلة. اولا كيف نحسب البادي ماس اندكس؟ اكيد سمعتوا فيه كثير، البي ام اي. بداية هو حسابته سهلة وبسيطة، بدنا نقسم الوزن اللي هو الويت بيكون بالكيلوغرامز over الهايت in meters ولازم square. هذا كلام مهم جدا تحفظوا القانون، تمام؟ مهم جدا تحفظوا هذا القانون، هو واضح لكم هنا انه الويت in kilograms over الهايت in meters square، تمام؟ ركزوا هاي النقطة واحفظوا هذا القانون كويس، غالبا هيجيكم عليه سؤال. هلا كيف نعرف؟ طب الان خلاص احنا طب حسبنا واحد مثلا وزنه 80 وطوله مثلا 180، تمام؟ طبعا 180 ما نحتاج نكتبها 180 سكوير، لا، وزنه 80 كيلوغرام نحط 80 اوفر 1.8 تمام وتربيع. هلا الرقم اللي بيطلع معي بعد هيك، الرقم اللي بيطلع معي من هون هذا بناء عليه بحدد انا. طب كيف بدي احدد؟ شو المعيار تبعي؟ هاي المعيار، اذا كان بين 18.5 الرقم طلع معي 24.9 هذا عباره عن هيلثي. هلا من 25 ل 29.9 هذا عباره عن اوفر ويت. هلا من اكثر من 30 اقل من 40 هذا بنقدر نعتبره اوبيز، تمام؟ اكبر او يساوي 30، واكبر من 40 هذا موربيدلي اوبيز. كلمه موربيدلي اوبيز يعني هذا الشخص الان نحن بنعتبر انه عنده ديزيز، وهذا الشخص تمام هاز تو بي تريتد. هاي النقطه هون، هو هذا زي كانه عنده ديزيز الان، بطل الاوبيزيتي بس انها كسمنه وخلص، هو عنده ديزيز، بنقدر نعتبر اللي هو الاوبيزيتي از ا ديزيز الان. فاهم البست هو انديكيتر فور اوبيزيتي هو البادي ماس اندكس، هو البادي ماس اندكس، تمام؟ وانا بحكي انه الاكسبشنز الاثليتس تمام ممكن انه البادي ماس اندكس تبعهم يطلع عالي رغم انهم هم تمام، لانه الكتله العضليه عندهم اعلى. طيب هلا زي ما اتفقنا البادي ماس اندكس الويت اوفر الهايت، وبناء عليه بنقدر نحدد انه هذا الشخص اما هيلثي اوفر ويت اوبيز اور موربيدلي اوبيز. هلا فينا اذر ميجرمنتس او ways to assess the obesity، من ضمنهم إشي بنسميه ال waist to hip ratio. waist to hip ratio اللي هو ال waist، هاي ال waist اللي هو المنطقة تقريبا الخصر، over the hip اللي هي منطقة تقريبا الحوض. هلا ال هاي اللي بنقدر نحسب إحنا إيش، طبعا منجيب زي strip هيك بيكون عليها ال measurement تمام بتكون موجودة، ومنقيس إحنا اللي هو محيط هذا الخصر ومحيط الحوض، ومنقسمهم مع بعض بيطلع معنا ريشيو، بيطلع معنا ريشيو. اذا كانت الريشيو مثلا، هلا هون شو بقول لك، فينا طبعا نوعين، فينا نوعين، يعني اذا كان مثلا الويست تمام، اذا كان الخصر المقياس اللي طلع معي انا اكبر من الهب، بهاي الحاله شو بنسميه؟
هاي بنسميها الاوبيزيتي، هذا كنوع من الاوبيزيتي. يعني في عندك في الابدومين، شو معنات الخصر اكبر من الهيب، يعني في عندك في الابدومين فات اكثر من هاي المنطقه. هذا اكثر وين؟ هذا اكثر في المن، في المن مثلا اكثر عندهم الرجال مثلا انه السنترال اوبيزيتي اللي هي بنسميها، انه في الابدومين الفات بتراكم اكثر شيء وين؟ في الابدومين. فهذا الشكل شو بنسميه؟ بنسميه اما ابل شيبد او ابر بادي اوبيزيتي، او حتى بسموه اندرويد اوبيزيتي. لما يكون هيك يا يعني بنسميه ابل شيبد، او بنسميه ابر بادي اوبيزيتي، او سنترال اوبيزيتي، او بنسميه اللي هم اندرويد شيبد. له عده اسماء كلياتهم بيرمزوا الى انه هذا الشخص عنده سنترال اوبيزيتي، يعني الويست تبعه تمام، يعني الويست تبعه الخصر اكثر من الهيب تمام. هاي الشغله اذا كان الهيب اكبر من الخصر، وهذا اكثر كومن يكون في الومن مش في المن، بهاي الحاله هذا يسموه بير شيبد او lower body أو gynoid shape obesity. يا يعني منحكي gynoid أو lower body obesity، أو منسميه peer shaped obesity زي النجاسة. فواحد هون زي النجاسة وهنا واحد زي التفاح تمام. فأبل shaped peer shaped، كل واحد يرمز إلى خلينا نحكي concept معين. هلا شو إحنا حكينا waist to hip ratio. طب كيف بدي أعرف إنه هذا waist to hip ratio عنده تدل على إنه obese ولا لا؟ حسن نعرف كيف. هلا بحاله انه انا بحكي لك انه اصلا الاوريدي الويست تو هيب ريشيو تمام، الويست هيب ريشيو بحاله الابل شيبد او الابل بادي اوبيزيتي اذا كانت اكثر من 0.8 للومن، هاي بنقدر نعتبرها ايش الان؟ هي اوبيز. اذا كانت اوفر 1 للمن، هذا بنقدر نعتبره اوبيز تمام، لانه اصلا هو اوريدي الويست عنده اعلى من الهيب، هو الويست عنده اعلى من الهيب. فاذا كان عنده اكثر من 0.8 هذا ايش بنقدر نعتبره؟ هذا للومن طبعا هذا بنقدر نعتبرها اوبيز، بينما للمن اكثر من واحد نقدر نعتبره اوبيز، نقدر نعتبره اوبيز. طبعا ليش النسبه هنا، ليش انها اكثر من واحد، ليش اعلى للمن من الومن؟ لانه من منطقي احنا شو حكينا اصلا، غالبا الومن عندهم سنترال اوبيزيتي، بينما الومن عندهم بيكون غالبا لور بادي مش سنترال اللي هي ابر بادي اوبيزيتي. الشيء الثاني هو نفسه هنا بقول لك انه هو الجاينود بير شيب او اللور بادي اوبيزيتي. هون الويست تو هيب ريشيو طلع هون الفرق انه اذا كانت اقل من 8 بالعشرة للومن تمام. شو يعني شو معنات اقل من 8 بالعشرة؟ تذكروا احنا شو حكينا هناك، حكينا اذا كانت اكثر من 8 بالعشرة نقدر شو نعتبرها؟ نعتبرها لانه بهذيك الحالة الويست بيكون اعلى من الهيب، بينما هون اقل من 8 بالعشرة زي اكنه ايش؟ زي اكنه تمام، زي اكنه انه مع انه هو اقل من 8 بالعشرة معناته الويست اقل من الهيب بالضبط. فأقل من 8 بالعشرة تمام، الويست أقل من الهب، فهذا نقدر نعتبره اللي هو جاينويد أو بير شيب أو اللي هي اللور بادي أوبيزيتي تمام. فأنتوا خلاص إذا كان بالنسبة كيف نحدد إنه هذا بالنسبة للويست تو هب ريشيو، إذا كان أقل من 8 بالعشرة بالنسبة للومن هاي نقدر نعتبرها جاينويد أو بير شيب أو اللور بادي، أكثر من 8 بالعشرة بالنسبة للومن نعتبرها سنترال اوبيزيتي، اكثر من 8 10 سنترال اقل نعتبرها، بينما للمن اكبر من واحد نعتبره ابل شيبد او اللي هي الابر. احنا بحاول استخدم المصطلحات لانها كلياتهم نفس الشيء، اندرويد ابل شيبد سنترال كل نفس الشيء. اقل من واحد هي نعتبرها بير شيبد او جاينويد او لور بادي اوبيزيتي. هلا الفرق بالتنتين، في فرق الامانه بين التنتين، بين السنترال اوبيزيتي وبين اللي هي الاوبيزيتي اللي بتكون اللي هي البير شيب. يعني في فرق بين الابل شيب والبير شيب من ناحيه خلينا نحكي الكومبليكيشنز او من ناحيه الكونسيكونسز. السنترال اوبيزيتي اسوسييتد مع جريتر ريسك فور هايبرتنشن، ديسليبيديميا، ودايابيتس، وانسولين ريزيستنس كولوني، فهي اخطر من اللي هي من البير شيب او اللور بادي. هاي تقريبا بناين، تقريبا بناين تمام. فهنا اللي هي طبعا زي ما اتفقنا انه هاي غالبا في الفيميلز، بينما هاي ايش بتكون اكثر؟ هاي بتكون اكثر في الميلز، هاي بتكون اكثر في الميلز تمام. فهذا هو بتكون هيك زي كنا تدرسون بالمقارنه، هذول الحالتين كنا تدرسون بالمقارنه، بالاضافه زي ما حكينا احنا برضو عن البادي ماس اندكس. فلحد الان حكينا عن البادي ماس اندكس وحكينا عن الويست سيركمفرنس. طيب هلا هون برجع بكرر لنا انه شو الديفرنسز، بايوكيميكال ديفرنسز بالريجن. مش احنا حكينا انه السنترال اوبيزيتي اخطر من دي، اسميها بريفرال، هي مش بريفرال بس بدي اسميها بريفرال اوبيزيتي. ليش اخطر طبعا منهم؟ ليش السنترال اخطر؟ السنترال اخطر لانه فينا عده اشياء تحكمها، اللي هي من خلال يعني هون من خلال البايوكيم نقدر نفهم ليش هي السنترال اوبيزيتي اخطر.
بحكي لنا هنا انه السنترال اوبيزيتي تمام، انه الفاتي اسيدز مباشره بتروح من خلال البورتال فين، بتروح على الليفر وبتزيد لك ايش الفيري لو دنسيتي لايبوبروتينز بالضبط، فمباشره بتزيد لك التريجليسيرولز وبتزيد لك الفي ال دي ال. طب هل انت بدك هدول يزيدوا؟ طبعا لا. فهون هي الفكره تكمن انه مباشره بيروح على البورتال فين انه لانه نير بروكسيميتي يعني الابدومن قريبه مباشره من الليفر، فهذول الفات اللي هم موبلايزد مباشره وين بيروحوا للليفر وبيصير بيزيدوا لك تصنيع ال في ال دي ال وال تراي اسيليجليسيرولز تمام. فلما يزيدوا تصنيعهم انت اكيد هذا الكلام بيزيد بيعمل ديس ليبيديميا عندنا، بيزيد لك ال في ال دي ال، بيزيد لك التاجز وبيقلل لك الاتش دي ال، اكيد هذا خطير على الجسم، اكيد هذا خطير على الجسم. فهي نقطه. طبعا هذا بالنسبه انه ليش السنترال اوبيزيتي اخطر من ال بدي اسميها بيرفرال، هي مش بيرفرال اللي هي قصه اللي هي اللور بادي اوبيزيتي او الجاينويد او البير شيبد. هلا بالنسبه لقصه انه مثلا انو اسهل الشخص يخسر وزن من الابدومن ولا من الثايز، هون الجواب مهم جدا انه من الابدومن اسهل، احنا قلنا هي اخطر لكنها اسهل انك تخسرها من الثايز. ليش؟ لعده اسباب. اولا انه الهرمونز اللي هناك مور ريسبونسيف، فهي مش عفوا الفات سيلز هناك هرمونالي مور ريسبونسيف، يعني بيستجيبوا للهرمونات بشكل بشكل خلينا نحكي اكثر، هم استجابه اكثر للهرمونات. هاي الريت اوف فات تيرن اوفر، التيرن اوفر اللي هو تجديد، فهون كمان نقطه بصالح الابدومينال فات. والسيلز ار ماتش لارجر، دائما لما انت تفكر هل انو احسن يكون انا عندي عدد اكثر من خلايا الدهنيه ولا عدد ولا كحجم اكبر، بقول لك طبعا يكون عندك حجم اكبر يعني اخف ضررا من يكون عندك عدد اكبر، وهلا راح نوضحه اكثر كمان شوي ان شاء الله. وهم ريدلي موبيلايزابل من لوز ويت مور ريدلي، فلو هاي الفكره جاب لك اياها مثلا باي سؤال انه هل من هم لوز ويت مور ريدلي ذان ومن، اكيد هاي الاجابه او هاي اللي خلينا نحكي الخيار صحيح. ليش الخيار هذا صحيح؟ لانه غالبا المن بيكون عندهم سنترال اوبيزيتي، وهاي السنترال اوبيزيتي الفات اللي هناك الفات سيلز بيكون هرمون اللي مور ريسبونسيف في النهايه ريت اوف تيرن اوفر، السيلز ار ماتش لارجر، وكل هدول الثلاث عوامل بيصبوا بانه المن دي لوز ويت مور ريدلي ذان وومن. تمام، احنا قلنا هي اخطر لكنهم ذير ايبل تو لوز ويت مور ريدلي ذان وومن. وحكينا قصه هي البورتال فين والفاتي اسيدز حكيناها بالتفصيل. فبينما الجلوتيال فات اللي هو بيكون غالبا عند هذا بيكون بالعكس هرمونالي ان ريسبونسيف الى اخره، فبالتالي عشان هيك وطبعا هون الفاتي اسيدز ها، فمن ناحيه انه موبيلايزيشن انه زي كانه اطلعهم، من ناحيه موبيلايزيشن الجلوتيال فات اصعب اني اطلع فات اسيدز منه، فبالتالي الومن بيعانوا من ناحيه اللي هو اللي بده قرروا انهم يخسروا وزن بيعانوا اكثر من المن. هاي شغله. لكن بالمقابل احنا اتفقنا انه هذا النوع من الاوبيزيتي هو اقل خطرا مقارنه بتبع المن. تمام، فزي كانه هذا يعني في كل واحد ادفانتج وديز ادفانتج. فزي ما احنا ملاحظين هون انه الجلوتيال فات هون بنلاحظ انه هون في عندنا سمول سيلز، بينما هون في عندنا لارج سيلز، هون في عندنا هاير ريت اوف تيرن اوفر، هذول بيكونوا هرمونالي مور ريسبونسيف. تمام، برضه هون في عندنا اللي هو طبعا هون الفات اللي بيكون هون في عندنا نوعين، في عندنا فيسيرال فات وفي عندنا سب كوتينيوس فات، في عندنا فيسيرال فات وفي عندنا سب كوتينيوس فات، فالفيسيرال كمان اسهل، الفيسيرال كمان الموبيلايزيشن تبعه لسه اسهل واسهل لانه زي ما انتم ملاحظين مباشره الليفر فوقه يعني. طيب فالابدومينال فات لارج سيلز، هون كنا فينا سمول سيلز بيكون هاير ريت اوف تيرن اوفر، الاكتيفيتي مور بتكون هرمونالي مور ريسبونسيف والانزيمز بيشتغل عليهم افضل، الفيسرال فات ايزير. تمام، طبعا هون هيك معلومه جانبيه هاي، واتفقنا انه هون الفاتي اسيدز مباشره وين بتروح؟ بتروح على الليفر بتزيد لك الفي ال دي ال وبتزيد لك التاكس، فهي اخطر، بينما هذا مباشره الفاتي اسيد بيروحوا على الجنرال سيركيوليشن. تمام، فبالتالي ما راح يأثر كثير يعني على مستويات البي ال دي ال والتاكس، بالعكس it decreases the amount that is converted to في ال دي ال. ايوه، هسه بنيجي لقصة انه انو اخطر، انه هل يكون عندي عدد اكبر انا من الخلايا الدهنيه ولا حجم اكبر؟ اللي اقل خطوره هو يكون عندك حجم اكبر. ليش النمبر اوف فات سيلز خطير؟ بيقول لك انه طلع تخيل انه فات سيلز وانس جيند ار نيفر لوست، تقريبا بدهم حتى انهم يصيرهم التيرن اوفر تبعهم تقريبا بدهم 10 سنين. تخيل انت خليه دهنيه بتضلها تقريبا 10 سنين، بحكي بشكل عام للتيرن اوفر تبعها، فهذا يعني مده زمنيه طويله جدا، فانه زي كنا بقول لك انت once gained you will never lose it، خلص حضلها معك تقريبا طول الحياه. فشو الفكره هون؟
طب احنا متى نوصل لمرحله انه احنا بنحتاج انه او يصير في عندنا مور اديبوسايتس؟ متى بصير في عندنا مور اديبوسايتس؟ هي الفكره انه انت لما تضلك تخزن فات فات وتوصل الاديبوسايتس لمرحله انها مش قادره تتحمل اكثر من هيك، ساعتها راح يصير في عندنا ديفرنشيشن فور بري اديبوسايتس تو اديبوسايتس. فانت لازم ما توصل لهي المرحله انك ما تعبي كل الفات ستورز عندك، تخليهم تمام بالمرحله اللي هم بيقدروا يستحملوا لسه كمان، لحتى ما يصير في عندنا ديفرنشيشن للبري اديبوسايتس ويصير في عندنا اللي هو مور نمبر. انا ممكن استحمل يكون في عندي ايش لارجر فات سيلز، ما يكون في عندي مور فات سيلز. لارجر مش مور اديبوسايتس خلينا نحكي. فعشان هيك مباشر هذا بيقودنا لشغله مهمه انه وي ماست تيك كير اوف يور سيلف سينس يو ار هاد. لازم انه ان اهم شيء للتشيلدرن بهذا السياق. ليش؟ لانه التشايلد اذا كان احنا عودناه على نوع من الدايت بحيث انه يعني يعتمد على الفات دايت ويضل ياكل وبالتالي يخزن عنده لارج اماونت اوف فات، بالنهايه هذول كلياتهم ايش راح يصيروا؟ ايش راح يصيروا؟ كلياتهم يعني ممتلئين. واذا صاروا ممتلئين راح يصير فينا ديفرنشيشن اوف بري اديبوسايتس تو اديبوسايتس. واذا صار هذا الكلام مباشر هذا معناته انه الطفل هذا وهو بعمر صغير صار عنده عدد اكبر من الاديبوسايت. هذا الكلام انا مش بصالح الطفل لانه بده مده زمنيه طويله حتى يتخلص منها، فبالتالي هذا الطفل بيكون مور برون تو بي اوبيز. فهذا بيكون مور برون تو بي بيكون اكبر عرضه اكثر عرضه من غيره لحتى ينزل مع هذا السمنه. فهون بحكينا دائما انه البادي ويت از ستيبل از لونج از ذا بيهيفيرال والانفيرمنتال فاكتورز ذات انفلوينس انرجي بالانس. فدائما هو خذ الاوبيزيتي بياخذوه از بالانس، تمام؟ هو ميزان. انت في عندك انرجي اكسبندجر شيء انت بتصرفه، وفي عندك هذا الانرجي سورس انت اللي بتاكله كل يوم. فلازم يكون في عندنا بالانس بين هذول الاثنين. طب في عندنا برضه كونسبت اوف سيت بوينت، هذا مهم جدا، تمام؟ مش انه دقيق 100%، لكن الفكره انه بالعاده يعني اظهرت التجارب انه مثلا لو هون شخص معين، تمام؟ خلينا نحكي سووا تجربتين، اشخاص جعلوهم يعني يصير فينا فورسد اوفر ايتينج، يعني اشخاص يعني خلوهم غصب عنهم انهم ياكلوا اكثر، تمام؟ فبالتالي وزنهم زاد اوفر ا بيريد اوف تايم، واشخاص بالعكس فورسد اندر ايتينج، هم اصلا كانوا بده يخسروا وزن فقللوا اكلهم وبالتالي ايش زي ما انتم ملاحظين هنا قل وزنهم اوفر ا بيريد اوف تايم. لكن وجدوا العلماء انه بعد ما خلص هون بعد هاي الفتره وبعد هاي الفتره حيكون لهم بعد ما هذول كسبوا مثلا بعض الكيلوغرامات هون بعضهم هون خسروا بعض الكيلوغرامات هذول الاشخاص حيكون لهم الان انتم ارجعوا كلوا اللي خلينا نحكي يعني ارجعوا انتم للدايت او لللايف ستايل انتم كنتوا عليه قبل، الان ما ترجعوا يعني خلص اللي احنا لسه الفتره هاي خلصنا التجربه تبعتنا، تمام؟ فبتيجوا عندنا مثلا بعد فتره بنحكي لكم احنا شو وضعكم. فوجدوا انه بعد فتره من الزمن كل هذول الاشخاص اللي هون رجعوا للست بوينت تبعتهم الوزن اللي اصلا بداوا فيه، وهذول الاشخاص برضو رجعوا للوزن اللي هم عليه. فهون زي كنا بقول لك فينا كونسبت اوف ا ست بوينت، يعني خلص انت مهما حاولت انك تخسر وزن او تزيد وزن اذا انت غيرت اللايف ستايل اللي انت مشيت عليه بهديك الفتره مباشره جسمك لحاله راح يرجع للوزن اللي انت اصلا كنت عليه قبل. فهذا هو الكونسبت تبع ايش؟ هذا هو الكونسبت تبع الست point. سواء بنحكي عن اوفر فيدنج او اوفر ايتينج او اندر فيدنج او اندر ايتينج، انت بالحالتين راح ترجع لهاي سيت بوينت. مش انها دقيقه 100%، لكن هاي احدى التجارب اللي كونتكتد على بعض الاشخاص. فهون لازم نيجي نحكي انه هل هون بشكل عام احنا فاتس بنحكي عن اسباب تقريبا الاوبيزيتي. فحكينا من ضمن هاي هون فينا من ضمن حكينا طبعا قبل انه من ضمن الاسباب اكيد الدايت، يعني هذا كلام يعني واضح جدا وسهل. فينا ايضا الجينيتك كونتريبيوشن، هل في جينيتك كونتريبيوشن؟ نعم ممكن يكون فينا جينيتك. بتلاحظوا بعضنا بعض العائلات بيكون في عندهم خلص بيقول لك هذا عندهم وراثه كلياتهم عندهم سمنه، تمام؟ فممكن انه يكون مثلا فينا بعض الجينيتك كونتريبيوشنز للاوبيزيتي، تمام؟ فانا بحكي لك انه لما يكونوا البيرنتس فات بيكون العرض النسبه تقريبا 80%، بينما بيكونوا لين بتكون 9%، تمام؟ فانه مش بس فقط بالاوبيزيتي، حتى لما يكونوا للبيرنتس لين انه احتمال انه يكون برضه هو لين او احتمال انه هو يكون اوبيز 9%، بينما احتمال انه يكون اوبيز اذا كانوا اللي هم البيرنتس فات بتكون 80% احتماليه انه يصير عنده اوبيزيتي.
برضه هنا بحكينا انه ال adopted children اللي هم المتبنيين correlate with the biologic parents، يعني هدول ما بيخضع يعني مثلا حتى لو عاشوا مع ناس تانيين، وفأكيد ما فيش اي جينيتك لان هم adopted بالنهايه. ف صح انهم هم اللي خلينا نحكي اللايف ستايل تبعهم تغير، الدايت تبعهم تغير تمام، لكن رغم انهم حتى هدول مثلا لو كانوا عايشين مع بيرنتس، خلينا نحكي اذا اعتبرناهم بيرنتس اللي هم المتبني، مش اللي بتبنوا يعني، اذا عاشوا معهم هدول المتبنيين صح راح ياكلوا نفس الدايت، راح ناكل نفس الاكل تبعهم كذا، لكن ممكن يكونوا هدول مثلا الوالدين ناصحين، بينما هدول الادوبتد تشيلدرن يكونوا مثلا نحاف. فبالتالي انه بيقول لك انه في جينيتك فاكتورز بتلعب دور، في جينيتك فاكتورز بتلعب دور، وانه الايدنتيكال توينز دي هاف فيري سيميلر بودي ماس اندكس. ففي انه بالنهايه ممكن يكون فينا بعض الجينيتك كونتريبيوشنز، واكيد اهم شيء اللي هو الانفايرمنتال بيهيفيرال كونتريبيوشنز، يعني اكيد سيدنتري لايف ستايل، لاك اوف فيزيكال اكتيفيتي، كل هذا الكلام بيقودنا بالنهايه تمام اكيد زي ما احنا عارفين لا الاوبيزيتي. ما راح نخوض كثير بالتفاصيل تمام. هلا مولكيولز ذات انفلوينس اوبيزيتي، فينا بعض المولكيولز بتاثر، يعني احنا هسه بجسمنا تمام، مثلا كيف الشخص انه نحكي هون بشكل خلينا نحكي رئيسي عن انه كيف، شو هي المولكيولز اللي بتعمل ريجوليشن على الساتيتي وعلى الهنجر، يعني شو العوامل بتحدد انت تكون جوعان او شبعان. هلا هذا رح نحكي عنه بشكل رئيسي ان شاء الله. ففي هنا مولكيولر انفلوينسز، طيب شخص مثلا هسه الان تمام، يعني مثلا بحس انه جوعان، شو اللي صار بالضبط؟ اللي صار انه المعده كانت فاضيه تمام او ريليتيفلي فاضيه. فالفكره هنا انه هاي المعده اللي هي فاضيه او كانت نسبيا فاضيه، طبعا كيف يعني شو اللي بصير هون، اللي هي فكره وما يعني شو الفكره كلياتها، انه الاستمك بتكون مش ديستندد، فيش في اذا ما كانش فيها اكل بتكونش متمدده، بس هاي الفكره. فاذا كانت شوي هيك منكمشه هذا الكلام بيحفز افراز هرمون الجريلين، وهذا كلام جدا جدا مهم تعرفه. فبالتالي لما يتحفز هذا الجريلين وين بيروح؟ بيروح على الهايبوثالامس وبيحفز لنا ايش؟ الساتيتي. هلا طبعا هذول عفوا انا اسف، هو هذول افرنت ساتيتي اند اديبوسيتي سينجلز، لكن هو شو بده يحفز؟ الابيتايت، لانه هذا جريلين، لانه اللي شو حكينا احنا ستوميك كانت زي كانها مش ديستندد، عكس زي كانها كلاب، مش كلاب هي بس انها منكمشه. الان لما تكون منكمشه معناته ما فيش فيها اكل، معناته يعني انا بدي احفز الجوع عند هذا الشخص، فبدي بدي احفز ايش؟ الشهيه. فانكريز ابيتايت وديكريز انرجي اكسبندشر، عشان هيك الشخص هون بقول لك مثلا اللي بصوم مثلا بعد فتره بيقول لك خلص انا بدي اقعد ارتاح، لانه ايش هذا؟ اولا الجريلين، لانه المعده بتكون فاضيه، بتكون زي كنا كل لابس، فالجرينين بينفرز بيروح على الهايبوثالامس بحفز لك انه لازم تزيد انت الابيتايت، فبزيد لك شهيه الاكل، فانت بتحس اي شيء بتشوفه بتصير جعان بدك تاكله اول شيء، وثاني شيء انت بتصير انك بتحاول انك تخفف من نشاطك اليومي، فديكريزد انرجي اكسبند، بتحاول تخفف من هذا من صرف الطاقه حتى تحافظ على حاله الجسم تمام. فهي الفكره. بينما في طبعا هذا بحد زي ما كنت اتفقنا اندر نورش، واحد مثلا صايم او انه مثلا كان نايم وصحي الى اخره، بينما بحال اوفر نورش والله هسه واحد خلص وجبه معينه، بهاي الحاله الاستومك معبيه كلها اكل وديستندد، فبالتالي الجريلين اكيد راح يكون ايش؟ مستوياته جدا ضعيفه، بيز لاين راح يكون. بينما اللي راح ينفرز بعد وجبه الاكل الانسولين، راح ينفرز فينا الكوليسيستوكاينين وفينا البيبتايد واي واي، كل هاي الامور راح تنفرز. طبعا اللي بترح نحكي عنه اكثر كمان شوي ان شاء الله، بس هذول كلياتهم لما ينفرزوا برضه كلياتهم بيعملوا لنا نفس الفكره، افرنت ساتيتي واديبوزيتي سيجنالز على الهايبوثالامس، بس هاي الفكره انا بدل ما ازيد الشهيه للاكل انا خلاص انا بدي اوقف، فبدي يا ما اعمل ديكريزد ابيتايت او اللي هي بنسميها انكريزد ساتيتي، يعني نزيد الاشباع، حاله الاشباع، فانكريزد ساتيتي او ديكريزد اللي هي الابيتايت، واكيد انا بدي ازيد الانرجي اكسبندجر، انت عم تقدر تمارس نشاطاتك اليوميه. فهمنا كيف الفكرة إن شاء الله. فأنا بحكي لك بلخص لك إياها إنه بالأندر نورشت تمام، أنت الآن بدك تحافظ على الطاقة، فقط الجرين اللي بيكون عندك عالي وكلياتهم الباقيات لو، بينما بحالة الأوفر نورشت كلهم بيكونوا عاليين ما عدا الجرين اللي هو بنسميه الهنجري هرمون، هو هرمون الجوع. طيب هلا اللونج تيرم إحنا حكينا إنهم المولكيولز تمام اللي بيأثروا، حكينا عن هدول بالبداية قصة إنه شو اللي بيتحكم بالجوع، شو اللي بيتحكم بالشبع، هاي أول نقطة. النقطة الثانية فينا كمان بنقدر نقسم هدول المولكيول انفلونسرز إلى قسمين،
ايش بنسميه لونج تيرم سيجنالز، يعني بيتحكموا بهذا الشيء اللي هو الجوع والشبع بس على المدى البعيد، او فينا شورت تيرم سيجنالز، هذول مباشر انت تناولت وجبه مباشره مثلا بيطلعوا. ففينا لونج تيرم نحكي عن اثنين ان شاء الله، وفينا برضو ايش شورت تيرم. اللونج تيرم فينا مثالين على اللونج تيرم، فينا الليبتين تمام، وفينا الانسولين. حكينا عن احياء اذا طاقه شفتوا انتم بالسلايد، فينا نوعين، فينا الليبتين وفي عندنا الانسولين. هلا شو الفكره هون؟ اولا الليبتين، يعني انت ممكن تحكوا طب من وين بيطلع الليبتين؟ الليبتين بيطلع من الاديبوسايتس. بتحكوا طب كيف الاديبوسايتس؟ المهم انا بعرف الاديبوسايتس بس وظيفتهم تو ستور فات، هاي هي الوظيفه الوحيده اللي اخذناها. لكن هو الولد علماء انه الاديبوستيش برضه غير انه فكره فقط انه الاستورج فات ولا ما، ايضا بيقوم بتصنيع بعض الهرمونات اللي من ضمنهم ايش؟ من ضمنهم الليبتين، اللي من ضمنهم الليبتين. طبعا هنا من وين هو بيطلع؟ بيطلع من جين اسمه اوبيزيتي جين، وهذا بخلينا بيقودنا لشغله انه في دور خلينا نحكي بين هذول الاثنين. لكن خلينا نوضح الامور اكثر هسه الان. ففينا اوبيزيتي جين بيطلع، هذا الاوبيزيتي جين بيطلع ايش؟ بيطلع هذا الليبتين اللي هو هذا الهرمون. شو وظيفته هذا؟ هذا زي كأنه نقدر نعتبره انه هو اللي يعني زي كأنه بيخلي الدماغ، بيخلي الدماغ عنده عنده فكره عن حاله الجسم من ناحيه الدهون. يعني بحيث زي كأنه بوصل معلومه للدماغ انه والله انا هسه الدهون عندي حالتها ممتازه خلص، او بوصل مثلا صوره للدماغ. فهو هذا يعني هو مسؤول عن نقل الصوره عن حاله، فهو informs the brain of the fat store level، هو اللي زي كأنه بيخبر البرين عن حاله اللي هو الفات ستورز تمام. فهي نقطه جدا جدا مهمه. فهو كنترول اللي هو الابيتايت والانرجي اكسبندجر. لكن بهالحاله الليبتين لما يكون مرتفع، هذا شو دلاله على ايش؟ لما يكون الليبتين مرتفع هذا معناته انت الستورز عندك شو مالهم زي كانهم ممتلئات بالفات. فبالتالي انت بهاي الحاله شو لازم تعمل؟ اله بنسميه ايش؟ بنسميه انوركسيجينيك افكت. شو هسه فينا ايش اسمه انوركسيا؟ يعني الانوركسيا يعني انت ما بيكون خلينا نحكي شهيتك للاكل بتكون منخفضه، انوركسيا. فلما يكون شيء بنسميه انوركسيجينيك افكت اللي هو بلغه اسهل تو ديكريز الابيتايت، بدي اقلل انا شهيتي للاكل. انوركسيجينيك يعني اقلل الشهيه، اوركسيجينيك يعني بزيد الشهيه تمام. فانت لما تكون عندك الليبتين مرتفع فهذا دلاله انه انت الفات ستورز عندك ممتازه، فانا لازم يكون شوفي عندي انوركسيجينيك افكت، انا بدي اقلل الشهيه لانه انا عندي الفات ستورز شمالها ممتلئه. هلا وجد العلماء انه طب هسه ممكن تحكي لي انت طيب طب كيف الاوبي يعني هسه انت هيك منطقيا، منطقيا شو الاوبيز انديفيدجوالز يفترض انه عندهم كتير فات، فيفترض انه عندهم كتير ليبتين، فيفترض انهم ما يكونش عندهم شهيه للاكل لانه الليبتين عندهم بيفترض يكون عالي، فبالتالي يكون عندهم كثير انوركسيجينيك افكت فانهم يقللوا اكلهم. طب احنا ليش بنشوف الاوبيز انديفيدجوالز بيضلوا ياكل ياكل وما بيشبع؟ شو الفكره؟ فكره هون طلعوا شيء معاكس تماما، انه هدول الاوبيز انديفيدجوالز ببدايه الامر بحسوا انه والله عندهم هذا شويه انوركسيجينيك افكت، بس مع التقدم في ضلوا ياكل ياكل كذا بصير عنده شيء زي الريزيستنس. كيف يعني؟ هلا بتتذكروا مثلا زي مبدا انه مثلا في عندك نظبط الخط، مثلا عندنا عدد معين من الريسبتورز تمام، واذا انت ضليتك تحفز هدول الريسبتورز شو رح يصير بالريسبتورز بعدين؟ مش رح يصير لهم داون ريجوليشن؟ فنفس الفكره، انت تخيل انت الليبتين كونتينيوسلي اند كرونيكلي اليفيتد، تخيل هذا معي، فحيضلوا الليبتين يرتبط هون، حيضلوا يرتبط بالنهايه راح يؤدي الى ايش؟ داون ريجوليشن. فهذا بنسميها دي سنسيتايزيشن، انه الريسبتور بطل يستجيب. فبالتالي هدول اللي اوبيس انديفيدجوالز بالبدايه الامر بيستجيبوا، لكن مع التقدم يضلهم ياكلوا الا يعني لحد معين الليبتين بصير كرونيكلي اليفيتد، فهو بيكون اليفيتد بس ما له اثر، هو بيكون اليفيتد الليبتين لانه هو بالتالي هو كوريسبوندز للاماونت اوف فات انسايد البودي، الاماونت اوف فات عالي الليبتين عالي، لكن هل له اثر؟ لا، وجوده عدم وجوده واحد بسبب الريزيستنس، الليبتين بيرتبط بس ما فيش اثر او ما فيش حتى ريسبتورات يرتبط عليها تمام. فزي ما هون مكتوب ريزيستنس تو ليبتين راذر ذان ديفيشنسي، ما عندنا ديفيشنسي بالعكس الليبتين موجود، لكن الفكره انه بيكون في ريزيستنس. هنا بحكي لي عن قصه اللي هي الانوركسيجينيك افكت واوركسيجينيك افكت. حكينا اوركسيجينيك يعني ابيتايت ستيميوليتر، هو بتحفز الابيتايت، بينما انوركسيجينيك افكت انها بتقلل الابيتايت.
هو هذا نفس الفكرة تقريبا، بس هنا بانه بيقول لك انه اذا كان في عندك ويت جين زي ما احنا حكينا قبل شوي بيزيد الليبتين، تمام؟ ولما يزيد الليبتين طلع شو هون في شغلة بدنا نربطها كمان شوي، احنا حاطين لك انه الاشي بنسميه ام اس اتش. الام اس اتش هو اشي ميلانوسايت ستيمولايتنج هرمون، هو هرمون المسؤول عن تحفيز الميلانوسايتس. الميلانوسايتس اخذتوها وحكينا عنها، حكينا عنها في المحاضرات السابقة، تمام، مسؤول عن تصنيع صبغة الميلانين زي ما انتم عارفين. لكن شو الفكرة، شو دخل انه طبعا هذا مش هو يعني في منه different forms، في الفا وفي بيتا وفي جاما، هذا بحكي عنه الفا. فهذا الميلانوسايت ستيمولايتنج هرمون هو إله انوركسيجينيك افكت، يعني مش حكينا الليبتين هو بحد ذاته إله انوركسيجينيك افكت، وبرضه بيزيد الميلانوسايت ستيمولايتنج فاكتور اللي إله برضه انوركسيجينيك ايش افكت. وانا على العكس تماما، اذا كان في ويت لوس بقل الليبتين وبرضه بدي قل معها اكيد الام اس اتش. طيب هلا حكينا عن اللي هم من ضمن اللونج تيرم، لكن تخلي ببالك هدول ما مش انه خلص يعني زاد الليبتين قل الليبتين مباشره، لا، هدول لونج تيرم وشورت تيرم. هدول عفوا لونج تيرم، هدول لونج تيرم. زي نفس الانسولين، الانسولين مش انه والله زاد مباشره قل مباشره بياثر لك على على الابيتايت، لا، هدول لهم زي ما اتفقنا يعني اثار طويله المدى مش مباشر بيشتغلوا. فهون بحكي ان الاوبيز انديفيدجوالز طبعا ار اولسو هايبر انسولينيميك، غالبا زي ما اتفقنا اكيد الاوبيز انديفيدجوالز، تمام، لانهم غالبا اصلا ممكن بسبب اللايف ستايل تبعهم، ممكن بسبب اللايف ستايل تبعهم، او حتى ممكن كمان انهم بسبب انه فينا انسولين ريزيستنس برضه. هاي كمان شغله مهمه انه بيكون فينا ايضا هدول الاوبيز انديفيدجوالز بيكون عندهم insulin resistant. ليش الobese individuals بيكون في عندهم كتير بنسميهم دائما comorbidities، يعني عندهم كتير أمراض؟ ليش؟ الفكرة إن الobesity أول أنت بتحكي عندك excess fat. طيب شو يعني excess fat؟ يعني more fatty acids. ف excess fat في عندك more fatty acids، هدول اللي هو الفات أسيد الزيادة، تمام، الفات أسيد هدول الزيادة راح يروحوا لك وين؟ هم راح يروحوا لك على بعض الريسبتورز ويخربوا بعض هدول الريسبتورز من ضمنهم الانسولين. بالتالي هدول بصير في عندك الاشخاص هدول بصير في عندهم انسولين ريزيستنس، وبالتالي هدول الاشخاص اكثر عرضه للاصابه بالديابيتس. مش بس هيك، الفري فات اسيدز والكوليسترول والتراي اسيد جلسر كلهم ماتهم شو بسبب شو؟ يترسبوا في جدار الاوعيه الدمويه، بالتالي يزيدوا لك ايش؟ يزيدوا لك كمان بيقللوا قطر الوعاء الدموي، فبالتالي ايش بصير في عندنا؟ هايبرتنشن. مش بس هيك، بيروحوا كمان بيضغطوا على الكيدنيز، لانه الاكسس فات ما هو موجود حول الكيدنيز في فات، فبالتالي بيضغطوا على الكيدني بيقللوا ارتشاح المواد، بيقللوا ارتشاح الماء والاملاح، فبالتالي ايضا بيزيد هذا من احتماليه الهايبرتنشن. ففي كثير اشياء، وبرضه ممكن الاديبوسايتس بيصنعوا بعض الهرمونز اللي ممكن تزيد البلد بريشر. فالاوبيز انديفيدجوالز اكثر عرضه للاصابه بالديابيتس زي ما اتفقنا، اكثر عرضه للاصابه بالهايبرتنشن، بيكون عندهم كوموربيديتيز. زي ما اتفقنا obesity is always associated with insulin resistance. The most common cause for insulin resistance is obesity. The most common cause of insulin resistance is obesity. فاتفقنا الآن فينا long term. زي ما حكينا على اثنين، الانسولين، تمام، فيكون فينا الانسولين وفينا أيضا إيش؟ ليبتين. هذولا long term signals. Long term signals. بينما الشورت تيرم سيجنالز هذول زي كأنهم بيكونوا جزء من الجت برين اكسس، من الجت برين اكسس، يعني مباشره شخص تناول وجبه بيزيد عنده بعض الهرمونات طلعت لغايات هضم مثلا، فبتروح مباشره من الدم بتروح على الهايبوثالامس وبتحفز عشان انت مثلا تيرمينيت هاي الميل مثلا، خلص بكفي اكل الان، انت تشعر بالشبع ساتيتي. طيب فتكونترول هانجر اند ساتيتي، ففينا اللي هم زي ما اتفقنا from the GI tract حكينا بيطلعوا هدول بعض الهرمونات. من ضمنهم اتفقنا انه بحالة اذا كان في عنا between meals، بحالة under nourishment بيكون في عنا اللي هو the stomach produces الغريلين اللي هو orexigenic، بيعمل stimulation على appetite و decreases the energy expenditure. بينما اذا كان في عنا GI hormones اللي هم بيطلعوا بعد الوجبات اللي هم الكوليسيستوكاينة مثلا، بيعمل contraction على gall bladder، بيقلل gastric motility الى اخره، والبيبتايد واي واي، هدول وجودهم دليل على انه في عندنا شيء اصلا وصل للمعده، فبالتالي في عندنا وجبه، فهدول دي اندوس ساتيتي اللي هي انيروكسوجينيك افكت، فبالتالي تيرمينيتنج ايتينج. هلا هذا كلام كله اتفقنا هذا من ايش؟ من الجي اي، هدول هرمونز، وحكينا هون الجريلين ايضا هذا بيجي من الاستومك.
هلأ بدين ده هاي يعني احنا مش حكينا انهم بروحوا للهايبوثلامس هسه يعني داخل الهايبوثلامس شو بيكون في عنا برضو داخل الهايبوثلامس في عنا نوعين برضو اوركسوجينيك وانوركسوجينيك من ضمن الامثلة على الاوركسوجينيك اللي هم بيزيدوا الابيتايت اللي هو نيوروبيبتايد واي في عنا نيوروبيبتايد واي بينما الانوركسوجينيك اللي هو الالفا ام اساس اللي حكيت لكم عنه قبل شوية والسيروتونين والدوبامين طبعا وين حكينا عنه قبل شوية اللي هو هنا قلت لكم انا انه الليبتين لما يزيد بيزيد إشي اسمناه اللي هو الميلانوسايت ستيمولاتينج هرمون والميلانوسايت ستيمولاتينج هرمون شو حكينا عنه هو شورت تيرم بالهايبوثلامس وهذا هو عبارة عن شو انيروكسوجينيك هاي أهم إشي ليش إنه بيقلل الأبيتايت لأن أنت الليبتين عندك عالي عندك كتير فات الآن المفروض إنك تقلل الأبيتايت المفروض إنك تقلل الأبيتايت تمام ف زي ما هو مكتوب هنا طلع هون إنه الليبتين increases secretion of alpha MSH فبالتالي بيصير في عنا أنيروكسوجينيك إفكت وبيقلل النيوروبيبتايد واي يعني هو بيقلل اللي إله أوركسوجينيك إفكت وبيزيد اللي إله أنيروكسوجينيك إفكت وبالتالي بيقلل الأبيتايد بطريقة هون بحكي لك إنه هدول اللونج تيرم والشورت تيرم إنتراكت مش فقط إنه خلاص الشورت تيرم واللونج تيرم isolated وseparated لا وإنما هم they interact with each other طيب فهون اللي هم within the hypothalamus فينا إما نيوروبيبتايد هذا أوركسوجينيك أو ما الانوركسوجينيك فينا ثلاثة السيروتونين الدوبامين وأهم من أهمهم كمان تقريبا اللي هو الألفا أمساج ميلانوسايد ستيمولاتينج هرمون هلأ هذا الألفا أمساج هو ميلانوسايد ستيمولاتينج هرمون بيطلع من جين اسمه برو أوبيو ميلانوكورتين أنا حضرتكم صورته هنا تمام حضرت تشوفوا كديش الجين هذا ضخم جدا البرو أوبيو ميلانوكورتين ممكن يطلع لك ACTH ممكن يطلع لك اللي هو الامسج هون سواء الفا بيتا او حتى جاما ممكن يطلع لك طلع هون السيجمنت هاي بيطلع لك جاما لايبوتروبين هون بيتا لايبوتروبين هون الاندورفينز فيعني كثير هذا البرو اوميو ميلانوكورتين هو فيري بيج بروتين فيري بيج بروتين زي ما هو ملاحظ هون فاذا هذا صار فيه ميوتيشن اذا هذا صار فيه لوس اوف فانكشن ميوتيشنز بهذا كل جين كلياته تمام اللي هو الام سي 4 ار إذا صار فيه ميوتيشن شو معناته؟ أنت ما رح تقدر تطلع اللي هو الألفا هذا أمساج اللي هو إله أنيروكسوجينيك إفكت اللي هو بيقلل الأبيتات فبالتالي هذا ممكن يؤدي إلى early onset obesity ممكن يؤدي إلى early onset obesity لأنك أنت قللت إشي أصلاً كان إله أنيروكسوجينيك إفكت موجود كان بالهايبو تلامس فبالتالي هذا ممكن يؤدي إلى early onset obesity هلا فينا شيء اسمه metabolic syndrome metabolic syndrome شو معناته؟ معناته إنه هذا الشخص بيكون عنده مثلا هايبر انسولين بيكون عنده الانسولين ريزيستنس بيكون في عنده ديسليبيديميا وهايبر تنشن هذول اهم اشياء تقريبا هو انسولين ريزيستنس ديسليبيديميا وهايبر تنشن هاي شو بنسميها ميتابوليك سيندروم تمام او هي انسولين ريزيستنس سيندروم او سيندروم بيكون في عندهم عده اشياء انسولين ريزيستنس وديسليبيديميا وهايبر تنشن وهايبر احنا اتفقنا اصلا دائما انه الاوبيزيتي راح تهدي بالنهايه الى انسولين ريزيستنس راح تؤدي بالنهايه الى ديسليبيديميا راح تؤدي بالنهايه الى هايبرتنشن وشرحنا هذا الكلام كلياته بالتفصيل واتفقنا انه increase risk for diabetes والكارديوفاسكولار واكيد المن 4 times higher mortality than women لانه السنترال قلنا المن غالبا شو بيكون فينا سنترال اوبيزيتي اللي هي سميناها upper body android apple shaped ليش طبعا اتفقنا حكينا لانها مباشره بروح على البورتال فين بيزيد لك البي ال دي ال بيزيد لك التاجز هذول كلياتهم ببلشوا يترسبوا في الدرقه الدمويه بسبب لك كل المشاكل اللي حكينا عنها هلا الانسولين ريزيستنس كوز انكريزد اكتيفيتي اوف هرمون اوف هرمون سنسيتيف لايبيز زي ما اتفقنا اذا شخص صار عنده انسولين ريزيستنس هاي شيء ثاني هسه جديد هذا شخص صار عنده انسولين ريزيستنس بيزيد الاكتيفيتي للهرمون سنسيتيف لايبيز فبالتالي بيزيد لك الليفلز للسيركيوليتنج فاتي اسيدز وتحول بعدين لتاكس وكوليسترول وبزيد البي ال دي ال وبقل ال اتش دي ال فهنا مباشره بده يوضح لنا شغله انه انسولين ريزيستنس يعني زي كانه هنا فينا اشياء كلياتها كومبلكس مع بعض انت بصير في عندك انسولين ريزيستنس بتبعها ايش بتبعها انك بزيد البي ال ديسليبيديميا بزيد في عندك في ال دي ال بزيد في عندك التاكس وبقل ال اتش دي ال فانت هنا مباشره تدخل بدوامه خلينا نحكي من اشياء انسولين ريزيستنس مع ديسليبيديميا وبتؤدي بالنهايه الى هايبر تنشن فالأوبيزيتي هذا كله إيش نابع من بالبداية إيش من الأوبيزيتي تمام هلأ هون بحكي لك إنه من ناحية ريسك فاكتورز طبعا طلعوا هون لكم ريسك فاكتور بتأدي يعني الأوبيزيتي ممكن تأدي إلى وهون بحكي لنا إنه الريليشن شيب هاي إن قصة إنه الأوبيزيتي والهيلث
أكثر إشي بتكون يعني صحيحة إذا كان الأشخاص أقل من 55. بين 55 و74 سنة بتكون تقريبا خلينا نحكي إنها بتكون ضعيفة، بينما أكثر من 74 سنة ما في association between the BMI والمورتاليتي، ما في association between the BMI والمورتاليتي أكثر من 74 سنة. هسه هون الويت ريدكشن، كيف ممكن نقلل من ال كيف ممكن نقلل أو نحل مشكلة الأوبيزيتي؟ يعني كلها أمور سهلة وبسيطة، بحكي سهلة وبسيطة من ناحية إنه المعرفة، مش إنها أكيد خسارة الوزن أمر صعب جدا يعني، لكن بحكي أنا هنا كل شيء كلها تعرفين أكيد إنه ديكريز بتأجل مباشرة كالوريك ريستريكشن وإنكريز الفيزيكال أكتيفيتي، كل هاي الأمور إحنا عارفينها، فكالوريك ريستريكشن وإنكريز الفيزيكال أكتيفيتي. طبعا مش هاي الأشياء مش دائما بتزبط تمام لديكريز خلينا نحكي الانتيك او نسوي كالوريك ريستريكشن، مش كل الاشخاص عندهم نفس الاراده، فبالتالي ممكن نتدخل فارماكولوجيكالي، فينا تو دراجز، فينا سيبيوترامين وفينا الاورليستات. هلا الاورليستات هذا هو عباره عن شو؟ هو عباره عن لايبيز انهبيتر، سواء كان جاستريك او بانكريتيك، فانت بيعطيك هذا مباشره انه هذا راح يقلل لك الريليز الفاتي اسيد، وبالتالي راح يقلل لك الفي ال دي ال الى اخره. بس الفكره هون انه اللي ممكن لو جاب لك سؤال مثلا ليش الاورليستات مش كثير فعال، بدك تحكي له مباشره انه في عندنا احنا مش فقط الدهون عندنا في جسمنا فقط مصدرها الدهون اللي هي الخارجيه ايضا، ما هو لو انت اخذت كاربز، ما هو احنا اخذنا زي ما احنا عارفين بتحول المهم ايش لدهون، لانه احنا نقدر نصنع دهون من خلال الكاربز، نقدر نصنع دهون من خلال الكاربز، فبالتالي الكاربز ايضا هم مشكله بالنسبه لنا. فانت الاورليستات حليت جزء وليس ما حليت المشكله. فانت هون زي ما ملاحظ من هاي الصوره انك انت بدك 104 اسبوع تاخذ اورليستات لحتى تقلل وزنك ب 10%. لو كان وزنك مثلا 70 تقلل 7 كيلو ب 104 اسابيع، فمش كثير افكتيف هذا الاورليستات. في سيبيوترامين اخذته انت اذا بتتذكروا بالفارماكولوجي تمام، لانه هو انهبيتس الري ابتيك اوف سيروتونين ونوربينفرين. انا نحكي اكثر عن السيروتونين لانه السيروتونين هو له انوركسوجينيك افكت، فبالتالي هذا ممكن يساعد في اللي هي قصة الأوبيزيتي. فينا برضو سيرجيكال بروسيجرز تمام، فينا برضو سيرجيكال بروسيجرز. فبس هنا في نقطة مهمة انك انت لو دخلت على الاستومك تمام، مثلا سويت اكسجين، سويت قص معدة لجزء من الاستومك، تقدر تخلي ببالك عدة شغلات، انه الاستومك هي ماسكولار تيشو كود بي اكسباند اجين، وبالتالي everything back to normal، هاي شغلة مهمة. والشغلة الثانية انه اللي فينا راح يصير فينا undigested food، هاي شغله مهمه. وبالتالي ايضا كمان شغله انه انت اذا انت شلت جزء من الخلايا اللي بتفرز حمض المعده اللي هي الفلتريشن لهدول الاكل من 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 الانفكشس اورجانيزمز، برضه راح تكون هذا راح الشخص هذا يكون اكثر عرضه. بعض الفيتامينز حكينا امتصاصها بيعتمد كثير على حمض المعده، او الريليز تبعها بيعتمد على حمض المعده، مثلا زي الفيتامين بي 12. الجريلين مثلا راح يبطل يطلع لانه اصلا كان يطلع من الاستومك وبيعتمد على الديستنشن والى اخره. فبالتالي في كثير اشياء يعني هذا يعني العمليات اللي بتصير على المعده مش فقط تاثيرها انه خلص لحظه، لو انما بتاثر من عده نواحي، لانه زي ما احنا عارفين في شيء بنسميه جت برين اكسس، يعني زي كانه المعده على اتصال مباشر مع ايش مع الدماغ. طب فينا برضه عمليات غير اللي هي قص المعده، في عندنا اللي هو الجاستريك باند، بحط هنا زي هاي الملاحظ هنا تمام، هذا بس عشان يقلل اللي هو كميه الاكل اللي راح تدخل لوين للمعده، عشان يقلل كميه الاكل اللي راح تدخل للمعده. فينا جاستريك باي باس اللي هي تحوير المسرح، كثير بيسووها تمام، انه مباشره الاكل بدخل من المريء وبدخل مباشره من المعده للجزء الثاني تمام، من الامعاء الدقيقه اللي هو بنسميه جوجنام تمام، فبدخل مباشره للجوجنام اللي هو الجزء الثاني. فينا دودينام جوجنام ايليوم، دودينام جوجنام ايليوم، الجزء الثاني اسمه جوجنام، فهون مباشره بيروح من المعده لوين للجوجنام تمام، لكن بيخلي فتحه للجوجنام حتى البنكرياتيك انزيمز كلياتهم يوصلوا لوين، يوصلوا للجوجنام. هذا برضو عمليات ايش تحويل المسار. هلا كمان هون بحكي لنا انه السيرجري بروسيجر جريد، طبعا هون يعني بالنسبه من ناحيه سيرجيكال بروسيجر، ناحيه سيرجيكال بروسيجر هم تقريبا يعني من اكثر الاشياء خلينا نحكي الفعاله اكثر بكثير اكيد من الفارماكولوجيكال ثيرابيز. وانا حاطط لك هون بعض الامثله، يعني هون حاطط لك تحويل المسار، هون الباند، وهون الاكسجين
هيك بكون بفضل الله سبحانه وتعالى أنهينا شرح مادة الميتابوليزم كاملة. إن شاء الله أنه ما نكون قصرنا معكم أبدا. هذا الكورس كاملا إن شاء الله يتم تصويره عند روح أختي الغالية رغد إفروغ، فادعوا لها بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعفو عنها، أكرم نزولها واسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقيها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. أتمنى ما تنسوها من دعواتكم، وأتمنى إن شاء الله نكون فدناكم يا رب، يعني نكون فدناكم ولو يعني بمعلومة صغيرة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.